السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيل الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة عنوان كارثي: احترسوا العملية الجراحية التي ستقضي عليك نهائيا وأنت في عز الشباب وأنت في مقتبل العمر. طبعا أنا بشكر جميع المشتركين والمشتركات اللي شاركوني تجربتهم في الموضوع ده، ولم يبخلوا بنشر هذا الموضوع على الملأ لكي يتجنب الناس خطر وكارثة هذه العملية الجراحية التي ستقضي على الشخص. إيه الموضوع؟ مبدئيا اللي بيحب ربنا أو عايز يعمل خير مش ترويج ولا حاجة، لا، انت بتنذر واحد قد يقع في هذا الخطأ. عايز تعمل كده تفضل، مش عايز تعمل كده مفيش اي مشكلة، انا مش لازمني حاجة، لكن الموضوع كارثي ولما هشرحه لحضرتك هتعرف ان انت لازم تنبه اخوك وابن عمك وجارك واي انسان على وجه الارض علشان ما يقعش فريسة في هذه الشبكة او هذا الموضوع. ايه الموضوع؟ في ناس كتير بيحصل لها سمنة، عايز يخسس، يعمل ايه؟ يتوجه الى اطباء السمنة والنحافة او يتوجه الى جراحي السمنة والنحافة يقصوله حتة من المعدة، عملية تكميم معدة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى حمل الانسان الامانة، امانة الصحة، ادالك صحة، ادالك قلب، ادالك كلى، ادالك كبد، ادالك معدة لازم تحافظ عليها، ما ينفعش حضرتك تتصرف فيها بكيفك، لا دي مش بتاعتك، انت واخد حق الانتفاع بيها او حق استخدامها لمدة عمرك، لكن ما تروحش تقطعها. فالناس اللي عندهم سمنة زايدة بيروحوا يعملوا عمليات تكميم المعدة، يقص حتة من المعدة يرميها في الزبالة. تعالوا واحدة واحدة كده نعرف ايه اللي بيحصل. هو لما ايدي بتوجعني اجراح اقطعها؟ صبعي بيوجعني اجراح اقطعه؟ معدتي تعباني اجراح اقصص منها حته؟ يوم يحصل ايه؟ المعده تتقفل، تتبعت اشارات اوتوماتيك ان مركز سد الشهيه يتسد تماما، يبتدوا يعزفوا عن الاكل تماما، مفيش اي نفس، وبيقسموا لي ان حتى الميه ما بيشربهاش، يبتدي جسمهم ينزل اوتوماتيك. اذا كان ما فيش سعرات حراريه او اكل داخل الجسم هيبتدي ينزل. تبعا لذلك يحدث نقصان في جميع الاملاح، جميع الفيتامينات، جميع البروتينات، جميع انواع الغذاء فيها نقصان، كذلك الميه يبتدي يحصل فيها نقص. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبتدي الشعر يسقط، تبتدي البشرة تكشكش، الحواجب تسقط، الرموش تسقط، حتى وظائف الكلى، طبعا الكلى ما بتشتغلش غير بمية، ما بتفلترش غير بمية، تبتدي الكلى وظائفها تتعب، الكبد يتعب، الجسم كله يبتدي يضمحل ويضمر. يبقى يا جماعة بعد إذنكم عملية تكميم المعدة لا. الكلام ده عجب السادة الأطباء ماشي، ما عجبهمش أنا بنشر تجربة واقعية لناس تحت إيدي عملوا عملية تكميم المعدة وحاليا مش عارف يشرب ربع كوباية مية، لو كان اكل او شرب ميه غصب عنه بيستفرغوا بيرجعوا، وحاليا عايز يتغذى ايه؟ بالحقن وبالاقراص وبالمحاليل. شفت انت عملت في نفسك ايه؟ شفت عملت في نفسك ايه بجهلك؟ ارجوكم 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 بلاش تقطع حته من جسمك، هي مش محطوطه كده هاب هازارد او عشوائيا، ده اللي حاططها خالق السماوات والارض لغاية لا يعلمها إلا هو. مفيش حاجة اسمها تقطع معدتك، مفيش حاجة اسمها أعضائك تلعب فيها، دي أمانة.
الجبال ما تحملتش الامانه والانسان تحملها. فالنهارده صحتك امانه بين ايديك. ارجوكم ارجوكم مره تانيه وتالته ورابعه وبكرر، عمليات تكميم المعده لا لا لا. وارجوكم من يرى هذه الحلقه ينشرها على اوسع نطاق لتنبيه خلق الله. لو مشتركي هذه القناه والبلغ عددهم حوالي 600 الف مشترك، طلعنا بعشره او بخمسه او بواحد كان راح يعمل العمليه دي وما عملهاش، الكلام ده هيبقى في ميزان حسناتك يوم الدين. وبشكر مره ثانيه الاخوه والاخوات الذين شاركوني تجربتهم في عملية تكميم المعدة وتدميرها للصحة. دمتم يا رب صحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.